يوضح موقع البناء هذا ما يمكن أن يكون حلاً لأزمات الطاقة المستقبلية، ألا وهو طاقة الرياح البحرية. تستثمر الشركات المطورة 300 مليون يورو، وفي عام 2023 سيجري سحب مزرعة الرياح إلى موقع يبعد 17 كيلومتراً عن الشاطئ. أداؤها محدود، فقط 1/40 من أداء المفاعل النووي. ومع ذلك فالأمل في طاقة الرياح البحرية العائمة، فعلى عكس الطاقات المتجددة الحالية يمكن توليد الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا يمكن إنشاء مزارع الرياح البحرية التقليدية إلا في المياه التي يصل عمقها إلى 50 متراً. يمكن تركيب المنصات العائمة بعيداً عن الشاطئ حيث تكون الرياح أقوى. يمكن أن تكون مزارع الرياح هذه مفتاح الحياد الكربوني. تخطط فرنسا حالياً لبناء 3 مزارع رياح بحرية تجارية عائمة بحجم 10 أضعاف المشروع التجريبي. تؤكد خبيرة اقتصادية أن مزارع الرياح البحرية واعدة، لكن هناك العديد من الأسئلة والتحديات. على فرنسا أن تأخذ موقع الريادة في هذه السوق، إنها متخلفة فيما يخص مزارع الرياح البحرية، وهذا أيضاً بسبب الدعاوى القضائية ضد المشاريع، لكن لم يتضح بعد أي تكنولوجيا ستفرض نفسها. هناك العديد من الحلول التقنية. يتطلب بناء المنصات الكثير من الفولاذ، وتوفيره يمكن أن يكون المشكلة الكبيرة. تسعى فرنسا إلى منافسة البرتغال واسكتلندا، اللتين تسعيان أيضاً للحصول على مزارع رياح عائمة. وعلى أي حال، فإن مطوري المشروع مصممون على أن يصبحوا مؤثرين في السوق، أكان هنا أو في الخارج. وضعنا جيد في فرنسا، إذ لدينا مشاريع تجريبية عديدة قيد الإنشاء حالياً، ونأمل في أن نحصل على هذه المشاريع الصناعية في البحر الأبيض المتوسط وقبالة منطقة بريطانيا، لكننا مهتمون أيضاً بالولايات المتحدة والصين وتايوان أيضاً. تقدر إمكانيات هذه التكنولوجيا ب3500 جيجاوات، وهي تعادل ما تنتجه المفاعلات النووية. لكن أول مزرعة رياح عائمة في فرنسا لن تبدأ الإنتاج إلا بحلول عام 2030 على أقرب تقدير.